أحلام ممنوعة. لماذا كل أحلامنا ممنوعة؟ لماذا كل عروبتنا موجوعة؟ لماذا أقلامنا تجف عندما تكتب عن الأحلام؟ لماذا أحلامنا مصيرها الموت والأعدام؟ ألأننا نحلم في زمن لا تتحقق فيه الأحلام؟ أم أن أحلامنا تفضل الموت تحت جنح الظلام؟ لماذا أصبحنا نخير الصمت عن الكلام؟ لماذا أصبحنا نخير الصمت عن الكلام؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا نرى الظلم ولا نقول إنه حرام؟ لماذا ماتت داخلنا نخوة العروبة والإسلام؟ لماذا لا تتغير كل القوانين والأشرعة والنظام؟ ألأننا نخاف الجلاد والسجن والحكام؟ أم أن ما بداخلنا قد تحتم حطام؟ أم أن ربيعنا العربي ضاع وأصبح مجرد كلام؟ لماذا؟ ألأننا نئسنا من كل شيء وأصبحنا نعيش على الأوهام؟ لماذا وردنا لا يتفتح ويخرج من الأكمام؟ لماذا نترقب دائما طول السنين والأعوام أن يتحقق لنا حلم من الأحلام؟ لماذا شبابنا العربي أصبح أسيرا لحقنة وبرشام؟ لماذا أصبحت قدوتنا بطل من الأفلام ونسينا رسولنا الحبيب سيد الأنام؟ لماذا يعجز في وصف حال عروبتي أي رسام؟ لأن صورته ستخرج كلها جراح وسهام؟ أم أن أقلامه وألوانه ستعجز في وصف كوم الركام؟ أم أن الصورة ستنطق من هول ما يرسمه وتقول أرجوك أرجوك لا تكمل فما ترسمه حرام؟ لماذا لا يعم عالم السلام؟ لماذا ممنوع وحرام أن نحلم بالأحلام؟ لماذا ممنوع وحرام أن نحلم بالأحلام؟